أبهى الأخدود والحزم. وهلا بنرحب بالكابتن العزيز ابو عبد العزيز كابتن عمر المهنا الخبير التحكيمي لصدى الملاعب. راح نبدا مباشره معك ابو عبد العزيز على الحالات التحكيميه. راح نبدا مباراه الاتحاد والشباب ما انه كنا عم نحكي عليها. الحاله الاولى دقيقه 17 تدخل عنيف من طلال حاجي على متعب الحربي. اكثر من صفره ولا بس صفره؟ لا لا، كان قرار الحكم صحيح. يعني استحساب الخطا وانذار اللاعب. طيب الحال الثاني دقيقه 60 الاتحاديين بدهم ضربه جزاء. شوف الحاله. شوف. طبعا المدافع لم يرتكب اي مخالفه، فقرار الحكم باستمرار اللعب قرار سليم. هل تعتبر تمثيل من حمد الله؟ لا 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 لا، استمرار اللعب هو القرار الصحيح. طيب الحالة الثالثة تدخل من ياغو سانتو على عبد الرزاق حمد الله، هل كمان شو وضع البطاقة؟ هذا مو حمد الله اللي على الأرض. لا، أول واحد حمد الله. ايه. ثاني لا، هذا كان يجب كان يجب إيقاف اللعب واحتساب ركلة حرة مباشرة وانذار اللاعب، مش هذه الحالة. لانذار اللاعب للحالة الثانية هذه ما عليها شيء. هذه ما صفر هو. كيف هو يعني؟ ما انا شايفه تدخل عنيف يا ابو عبد العزيز. لا لا، مش عنيف. كل هذا مو عنيف يعني؟ لازم يكسر له رجله ليصير عنيف؟ لا، اعلى درجة التهور، اعلى درجة التهور. ما اعرف في اعلى. كان يجب ايقاف اللعب واحتساب ركلة حرة مباشرة وانذار اللاعب. ما اعرف، هو جاي من المكسيك الحكم، متعود على القصص، ما عنده مشاكل. ما هيك والله ما بعرف. يا عيسى شو رايك انت، مع انه انت هلالي، بس هذا مو تدخل عنيف؟ هو اعطاه يعني المفترض مثل ما اعطاه ولا شيء. انا اقول لك المفروض يعطوه البطاقه الصفراء، لكن الطرد ما اعتقد. رجع للفار هو. طب ما هو شافها. طب رجع شاف الفار. طب اذا شاف الفار واقتنع عنه شنو هذا؟ طيب طبعا هاي اثنتين ورا بعض. اي صح، هو بس هو صفر على الاولى. ايه؟ وذاك دخل على الثاني مره ثانيه. طيب شافها بالفار ما فيها شيء. طيب هذه خلصنا من مباراه الاتحاد والشباب. شو بتقول عن الحكم؟ ما اثر، ما اثر كويس، ما كويس؟ لا ما اثر. نتيجه المباراه ما اثر. طيب. يعني ما ركله الجزاء اللي ما احتسبها غير صحيح وما في اخطاء مؤثره، يعني معناته 8.1 من عندي صح؟ نقول جيد جدا. 8.1 ولا لا؟ قول. لا صحيح. شفت برا حفظ درسي. نعم. طيب الحالات التحكيميه لمباراه الهلال، ما انك انت هلالي ما كثير اخترت حالات. الحاله الاولى دقيقه 69 تدخل على القحطاني وضربه جزاء الهلاليه. طبعا نشوف الحاله. شوف الحكم. طبعا اللاعب الاول نجح في لعب الكره، ولكن اللاعب الثاني هو اللي ارتكب المخالفه. يعني اللي شال الكره مو فاول عليه، اللي الثاني مفاول عليه. اي الثاني. هو بس الكره كانت خرجت من رجله خلاص راحت. ايوه هو لعب الكره، ولكن اللاعب الثاني ارتكب مخالفه والكره في اللعب. اذا ضربه جزاء. قرار حكم كان قرار صحيح. زي كابتن، بس سؤال على السريع، لو كانت الكره طلعت برا وضربها هاي بيحسبها بنفس الشيء فاول ولا لا؟ لا اذا كانت الكره مش في اللعب لا طبعا. طيب الحاله الثانيه الدقيقه 99 كمان تدخل عنيف على القحطاني نفسه من عثمان رمزي. شوف الحاله. اوه مو بقاصد. اوف شكلها. اوف. شوف الاختلاف. صح طبعا. صح. لعب عنيف طبعا، كان يجب ايقاف اللعب واحتساب ركله حره مباشره وطرد اللاعب للعب العنيف. بس هذا طبعا هو بس هذا مش قاصد انه هو جسمه طالع ونزل على ريله، يعني مو بانه قاصد. لا هو الحين ما في قصد، في اهمال، في تهور، في استخدام قوه مفرطه. طيب يعني كلمه التعمد ولا هذا انشالت. طيب الحاله الثالثه كان يجب ايقاف اللعب وركله حره مباشره وطرد اللاعب. طيب هذا بوجود الفار يا ابو عبد العزيز، وجود 600 مليون كاميرا، كيف بتمر على الحكم هيك شغلات؟ المشكله ما راح، يعني الفار ما استدعاه؟ لا ما استدعاه. طيب بس سؤال، لما انت سالتك من كم يوم انه التدخل العنيف البوسيبل ريد كارد، الفار هو لازم يناديه صح؟ لا لا لا, لا. هو ايوه يناديه، ولكن هو ما نداه. مو لازم يناديه؟ يعني
ما نداه هو طبعا ما نداه يمكن مقتنع اذا الراجل رجله راح تنعطب يعني كان ممكن تنتهي حياته الكرويه صحيح قرار خاطئ من حكم الفيديو ومن حكم الساحه يلا عيسى هي ما انه تغريده لك مشان بكره مشان تحطها مشان الهلال ماشي لا وش قلنا هذا الحق حق إيه مشان يعني كمان لا تجيب كم فولورز انا مع انا مع عبد العزيز عمليه طرد اللاعب لكن هذا يقول لك عبد العزيز هذا اللي نقول انه ساعات حكم الفيديو هو اللي يعطي طيب. او يعني خلينا نقول لك اللي يخلي الحكم خلينا نروح على الحاله الاخيره على الحاله الاخيره تبع مطالبه لاعبي الفتح بالغاء هدف الهلال الثالث انه في تزلل على البليهي لا هو ما دام في الحين تقنيه يعني موضوع التسلل موضوع الهدف خلاص ما دام في اهم شيء لحظه لعب الكره اللاعب ما كان متسلل فالقرار كان قرار سليم اذا قرارات الحكم اثرت شيء على لا كانت نتيجه ما اثرت ولكن أبداً. كان يجب طرد اللاعب كيف كابتن قام ما اثرت بعد الهدف الثالث ما جاء ولاعب الهلال ما انطرد لا تنسى الطرد متى استاذ بدر بعد الثالث لا اتكلم الطرد في الطرد في الدقيقه 99 يعني كان يجب طرد اللاعب في الدقيقه 99 كان 99 لان حطيته اخر حاله انتوا اتحرها بعد لا خلاص اوكي تمام كذي اوكي معلش سماح اليوم الوصل متعادل وحالته حاله يعني متاثر شوي معلش قديش تعطيه الحكم كمان 8.1 8.1 والله ما شاء الله لا هو خلاص معناته انا راح اروح بكره على الدمام وانت تيجي لهون دبي وتستضيفني انا الخبير التحكيمي قاعد بالبيت وتشرب شاي وامورك من احلى ما يمكن 8.01 ما كان ما انا خلاص تعلمت على الموضوع شكرا لك ابو عبد العزيز الخبير التحكيمي اللي صدى